على مستوى الاقتصادي، ويمكن هنا موضوع فرص العمل والمشروعات اللي الدولة النهاردة بتنفذها مرة أخرى هدفها خلق فرص عمل. سيادة الرئيس منذ يعني ساعتين أو أقل كنا في قرية المعصرة، وكان بيقول التحدي الكبير لهذه الدولة إن إحنا كل سنة محتاجين إن إحنا نخلق 1,000,000 فرصة عمل جديدة لمليون شاب بيدخل سوق العمل، وبالتالي هذه المشروعات كلها هدفها إنها تخلق أكبر فرص عمل لشبابنا في هذه المناطق. وده انعكس فعلاً في عدد المنشآت الصناعية هنا المسجلة، وأنا بتكلم هنا المسجلة لأن في عدد آخر ممكن نقول بيوازيه أكثر بكثير اللي هو غير مسجل، وأيضاً عدد العمالة اللي بقى النهاردة موجود، وبرضو دول للمنشآت الصناعية المسجلة. وهنا يمكن المجمع الصناعي يعني اللي موجود في منطقة المطهرة اللي هو 68 وحدة صناعية بتكلفة تجاوزت 284 مليون جنيه، وزي ما حضراتكم شايفين أهم شيء إن هو النهاردة بقى بيوفر حجم كبير جدا من فرص العمل لشباب المنيا في هذا الشأن. طبعا في مجال أيضا الصناعة والاستصلاح الزراعي، ويمكن ده اللي أنا عايز أكد عليه، كل هذه المشروعات بتقدم للقطاع الخاص، والدولة حريصة كل الحرص على تمكين القطاع الخاص إن هو يساهم بصورة كبيرة جدا في عملية التنمية. اللي شفتوه حضراتكم في وحدات المجمع الصناعي كله شباب وقطاع خاص بينفذه. أيضا هذا المشروع مشروع كبير بينفذه مستثمر استراتيجي علشان يعمل مشروع كبير لإنتاج مصنع قناة للسكر، اللي هو من خلال إن شاء الله إنه هيدخل الخدمة في شهر مايو القادم هيبقى بيغطي بالكامل الاكتفاء الذاتي، أو بنحقق من خلاله الاكتفاء الذاتي للسكر في مستوى مصر.